وللمزيد من المتابعين ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية. أستاذ أحمد، بعد التحية، كيف ترى الجهود المصرية في المستوى الدبلوماسي والميدانية لوقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة؟ دكتور أحمد؟ ألو؟ دكتور أحمد، هل تسمعني؟ أنا أسمعك. نعم، كيف ترى الجهود المصرية على المستوى الدبلوماسي والميدانية لوقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة؟ يعني في الواقع منذ بداية 7 أكتوبر واندلاع المواجهات، سارعت مصر كعادتها في التحرك على ثلاث مسارات. المسار الأول هو وقف التصعيد والعمل على تحقيق التهدئة، باعتبار أن هذا التصعيد سيؤدي لمزيد من العنف والدمار الذي يدفع ثمنه الأبرياء والمدنيين. وحذرت مصر من أن هذه توسع الحرب واستمرار التصعيد حرب اقليميه بالطبع سيكون لها وبال على كل المنطقه. المسار الثاني ايضا هو المسار الانساني، يعني مصر سعت منذ اللحظه الاولى لتخفيف المعاناه عن الشعب الفلسطيني، واكدت ان ما تعرض له الشعب الفلسطيني يتجاوز مبدا الدفاع عن النفس الى مبدا العقاب الجماعي، والذي انعكس فيه اكثر من 5000 شهيد، اقل من 15000 مصاب فلسطيني، تدمير بيوت واحياء كنيها، معظم الضحايا من الاطفال والنساء. ايضا الجانب الاسرائيلي عن الشعب الفلسطيني هو يخالف قانون الدولي الانساني، وبالتالي سعت مصر حقيقه الى العمل على تخفيف المعاناه من خلال ادخال المساعدات عبر معبر رفح، وهذا جزء من الدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني وتخفيف يعني الازمه الانسانيه التي واجهها السكان الفلسطينيين في غزه. وبالتالي دعت مصر ايضا الى حشد الجهود الدوليه وتاكيد على انه لا يمكن القبول بمبدا العقاب الجماعي، ما ذنب هؤلاء الابرياء والمدنيين ان يتم يعني معاقبتهم. ورغم التحديات والعقبات الا ان مصر استمرت ايضا في جهدها ونتج عنه ادخال المساعدات، ورأينا يوم السبت دخلت احنا كانت بدايه لمسار انساني بشرت مصر امام العالم، وزمن مع انعقاد قمه القاهره للسلام التي كانت ايضا تعكس المبادره المصريه واصغر مبادره في التحرك فيما يتعلق بوقف هذا العدوان، وقف العمل على تحقيق التهدئه، وايضا وضع العالم امام ضميره الانساني وامام رؤيه مصر وتقديم رؤيه مغيره غير الرؤيه التي يتبناها الغرب، وهي الرؤيه السرديه الاسرائيليه فيما يتعلق ان اسرائيل تعرضت للدفاع تهديد وجودي باحلال الدفاع عن النفس، وبالتالي يعني تم شيطنه الفلسطينيين وتم اعطاء الدول الاخضر لاسرائيل. وامام هذا الانجراف والاندفاع في سياسه الانتقام الشامل كانت بعد خطير قدمت مصر من خلال مؤتمر رؤيه مختلفه تقوم على الامن. ما يحدث هو تجاوز مبدا الدفاع عن النفس وعقاب جماعي، ما يحدث هو انتهاك القانون الانساني، ما يحدث ان ما حدث من انتظار هو ما هو الا عرض لمرض. هذا المرض ببساطه هو استمرار الاحتلال بغياب افق التفكير السياسي. نعم نعم، دكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لك.